ولا اللي جبنا هذه النقطه ما وليناش بيدينا خاوين. ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله نحافظوا على هاد النقاط اللي انا نجيبوا فيهم وان شاء الله نزيدوا ما اكثر في استادنا. والحمد لله الانصار ما ولاش خايبين، ان شاء الله يعاونونا ويكملوا معنا كما هكا واللي فيها خير ربي يجيبها ان شاء الله. هذه ولات عاده، هذا اللقاء الثالث اللي انا نسجله في هذا الوقت، ماشي بالاراده تاع اللاعبين ولا فولونتي. ان شاء الله ان شاء الله ربي ما يخيبناش ونسلكوا هذا العام ان شاء الله. نشكرهم على اللي جاو وعاونونا وحفزونا، ان شاء الله يكملوا كما هكا وما في زابانا ان شاء الله يكونوا بقوه.